السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اليوم باش نتكلموا على القضية الفلسطينية، وأيضا باش نتكلموا على النجوم اللي تضامنوا مع القدس وأيضا تضامنوا مع فلسطين. ما تنساش انت اللي راك تشاهد فيا ولا انت اللي راك تشاهد فينا تدعمنا باللايك وتنزل تكتب في التعليق القدس عاصمة فلسطين الأبدية. ويلا نبدأ الفيديو على بركة الله. أول فيديو راح نبدأ به وحشاهدوه مع بعضنا إن شاء الله، وهو فيديو مستفز جدا للإسرائيليين وللاحتلال الإسرائيلي، حيث قام شاب فلسطيني برفع العلم الفلسطيني عاليا في القدس. شاهدوا هذا الفيديو. يا سلام وتحية للأبطال. والآن طبعا رفع العلم الفلسطيني الذي ربما كان مختفيا عن هذه الساحة، طبعا رفع العلم الفلسطيني هو أعلى مستوى استفزاز للجنود الإسرائيليين. نطلب من المصور الآن أن يرينا العلم والجنود من بعد من فوقهم، نرى الجنود والعلم. هذه أكثر صورة مؤلمة للاحتلال الإسرائيلي، بأن يروا هذا العلم الفلسطيني، أن يروا العلم الفلسطيني مع الجنود في نفس المشهد. أولئك يعني في نفس اللقطة عندما يتم رؤية العلم الفلسطيني والجنود وبأعلى مستوى استفزاز يمكن أن يحدث، ولا جندي واحد. وتاني فيديو باش نشاهدو للمحبوب الملايين ومعشوق الملايين أبو تريكة، كل احتراماتنا. هذا الرجل الذي أنجبته مصر صراحة رجل عظيم، لاعب عظيم، إنسان جدا محترم ومتخلق، ودائما يعني يبين على حبه كبير لفلسطين وعلى دينه وعلى غيرته على كل المسلمين في أنحاء العالم. تحية له كبيرة كبيرة جدا، ونسمع تصريح أبو تريكة صراحة لقشعر. قبل ما نبدأ كده، تحية كبيرة لأهلنا في القدس وأهلنا في فلسطين. ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم ويعين من أعانهم ويخزن من خذلهم. هم محتاجين الدعاء، صحيح، وإحنا أيضا محتاجين دعاء، لأنهم أشرف وأطهر شرف الأمة. ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم على الاحتلال. كما سمعتوا معنا تصريح أبو تريكة صراحة، تحية له كبيرة وكل الاحترام له، لإنسان صراحة رائع ولا أروع، وعنده جرأة كبيرة صراحة للعديد صراحة من الصحفيين والفنانين والإعلاميين، ساكتين لا يتكلمون في هذا الموضوع وما يدعموش القضية الفلسطينية، يعني لأسباب أخرى الله أعلم. والشخص الثاني اللي باش نشاهدوه ونشاهدوا الفيديو تاعه، أيضا هذا الشخص محبوب الملايين، وهو الطباخ العالمي شيف براق التركي. صراحة هذا الإنسان محبوب جدا صراحة، المحبة اللي يعطيها له ربي سبحانه أعلن دعمه للقضية الفلسطينية ودعمه للقدس. السلام عليكم، مرحبا، أنا شيف براق، أنا مع أهل فلسطين، عم حسب وجههم وقلبي روحي فدا فلسطين والقدس. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تحزن، إن الله معنا، أهلا معكم، السلام عليكم. كما شاهدتوا معنا مصري تركي كلهم يدعمون القضية الفلسطينية، لأنها ليست قضية فلسطينيين وحدهم فقط، بل هي قضية كل المسلمين وكل إنسان لديه الإنسانية لا أكثر ولا أقل، لأن الاحتلال الغاشم الإسرائيلي يعذب ويدمر كل شيء ويسبب الأذى لإخوتنا الفلسطينيين بدون أي سبب. وأيضا باش نشاهدوا اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، كما تشاهدوا معنا في هذه الصورة. تحية له وكل الاحترام له، وهذا الأمر ليس بالغريب على أبناء الجزائر. وأيضا كالعادة ودائما فريق بالستاين التشيلي يدعم القضية الفلسطينية، وأيضا من اسمهم بالستاين، تعرف أن هذا الفريق لديه علاقة كبيرة مع فلسطين، ودائما هذا الفريق جماهيره يرفعون دائما في المدرجات الأعلام الفلسطينية بالقوة وحضور جماهير بالمئات والآلاف، كلهم يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون إلى فلسطين بتحرير فلسطين ويندّدون بهذه القضية. كل الاحترام لهم وكل التقدير لهم، تحية لهم كبيرة، ونخليكم تتعرفوا على هذا الفريق وعلى هذا الجماهير أيضا.
وأيضا اللاعب العالمي بول بوجبا يعلن تضامنه مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية، ويحيي إخوتنا في فلسطين ويتمنى لهم السلم والسلام والأمان كما تشاهدوا في هذا المنشور على حسابه الرسمي وعلى حسابه الخاص للدولة، العديد من الوسائل الإعلام العربية والأجنبية أيضا. تحية واحترام لكل هذا اللاعب، واحترام لكل شخص يتضامن مع القضية الفلسطينية. وأيضا الفنان المصري حمو بيكا، رغم أني أنا واحد من الناس لا أسمع أغانيه، لا يعني لا أتفق معه في الستايل الأغاني، ولكن في هذا موقفه الرجولي ودعمه للقضية الفلسطينية نحييه كل التحية من الجزائر وكل الاحترام له، ونقول له برافو عليك، تستحق التصفيق وتستحق كل الاحترام، لأنه الرجال يظهرون في مواقفهم. غناك غني، هذيك أمورك الخاصة صديقي. يتخذ الفريق من فلسطين اسماً، ويتشح قميصه بألوان العلم الوطني، وهو ما يعكس روح الانتماء لفلسطيني تشيلي. شرف لي أن أمثل الشعب الفلسطيني، وأشعر بسعادة كبيرة حينما أرى العلم الفلسطيني يرفرف في الملاعب. أفتخر باللعب مع باليستينو، وأشعر معهم كما لو أنني ولدت في فلسطين. باليستينو هو هوية فلسطين في تشيلي منذ 100 عام، ويحظى الفريق باحترام الشعبين التشيلي والفلسطيني هنا لما يمثله من دور احترافي ووطني. أينما حل باليستينو تعج مدرجات الملاعب بالعلم الفلسطيني، وكذلك دموع الفرح بهذا الفريق الذي أدخل البهجة ليس لفلسطيني تشيلي وحسب، وإنما للفلسطينيين في كل مكان. ليندا شرش، قناة القدس، سانتياغو. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى أني شاركتكم كل المعلومات على النجوم لدعموا فلسطين ودعموا القضية الفلسطينية، وأيضا أن نشوفوا كثير من الفنانين واللاعبين كرة قدم العرب ما يقعدوش ساكتين فقط كالجبناء، وأيضا حكام العرب الجبناء أيضا تكلموا شوية، ديروا مواقف عندكم ليس فقط الكلام. احنا كشعوب ما علينا فقط إلا بالدعاء لربي سبحانه أن يفرج على أخوتنا الفلسطينيين، وستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية والأبدية، حب من حب وكره من كره، ومكان إسرائيل البحر. سلام عليكم، أخوكم من الجزائر.